استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه رئيس الاتحاد البحريني لالعاب القوى استقبل سعاده السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضه الذي قدم الى سموه اعضاء اللجنه المنظمه العليا لدور خالد بن حمد للمراكز الشبابيه الثالث لكره الصالات وفريق مركز شباب الزلاج الفائز بلقب دور سموه بالاضافه الى ممثل بنك البحرين الوطني راعي الدوري وفي بداية اللقاء أشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالإجراءات التنظيمية المتميزة لوزارة شؤون الشباب والرياضة وهنا سموه لاعبي مركز الشباب الزلاج والجهازين الإداري والفني بمناسبة تحقيق لقب الدوري مشيدا سموه بالجهود التي بذلها اللاعبون خلال مباريات الدوري، وبالمستويات الكبيره التي قدموها من اجل الصعود على منصه التتويج ورفع كاس المركز الاول. وثمن سموه دور جميع فرق المراكز الشبابيه المشاركه في الدوري، مؤكدا سموه انه لا يوجد خاسر في الدوري، بل جميع الشباب البحريني كانوا فائزين بتجمعهم وتعارفهم وتنافسهم الشريف، الامر الذي ساهم في اثراء مسيره الحركه الشبابيه والرياضيه في المملكه. واكد سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه اهميه دور المراكز الشبابيه لكره القدم الصالات وما يمثله من منطلق حقيقي للاعبين في التميز والتالق الكروي الى جانب كونه رافدا مهما للمنتخبات والانديه الوطنيه من اجل ضم اللاعبين المتميزين الى صفوفها وعرب سمو الشيخ خالد عن تقديره البالغ الى بنك البحرين الوطني على رعايته للدوري، الامر الذي يؤكد حرص مجلس اداره البنك على دعم الانشطه الرياضيه والشبابيه في المملكه. وقد تقدم سعاده السيد هشام بن محمد الجودر بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد على رعايه سموه الكريمه لدوري المراكز الشبابيه الذي جاء متوافقا تماما مع رؤيه واستراتيجيه المجلس الاعلى للشباب والرياضه برئاسه سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه. والرامية إلى إعطاء الشباب البحريني أهمية مضاعفة وتقديم البرامج والأنشطة التي تتناسب مع ميولهم وهواياتهم مضيفا أن اهتمام سموه البالغ بإقامة الدوري جاء ليجسد مدى الحرص والاهتمام بإنجاح الفعاليات الرياضية الهادفة إلى احتضان الشباب البحريني والمساهمة في إبراز مواهبهم الشباب هم قوة الحاضر وأمل المستقبل مصدر الإبداع والابتكار سر من أسرار النهضة والتطور لذلك حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى حرص على الارتقاء بالمراكز الشبابية من خلال تهيئة الأجواء المثالية وسط أجواء تنافسية هدفها الأسمى الوصول إلى العالمية سمو استقبل مركز شباب الزلاق الذي احرز لقب النسخه الثالثه لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابيه لكره القدم الصالات عن جداره واستحقاق بعد ان قدم الفريق مستويات متميزه على امتداد المباريات مما اهله لتحقيق لقب المسابقه بكل جداره واستحقاق. إن اهتمامكم البالغ بإقامة دور سموكم جاء ليجسد مدى حرص واهتمام سموكم بنجاح الفعاليات الرياضية الهادفة إلى احتضان الشباب البحريني والمساهمة في إبراز مواهبهم بما ينعكس بصورة إيجابية على مسيرة الحركة الرياضية والشبابية في مملكتنا العزيزة. لقد جاء دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابيه متوافقا تماما مع رؤيه واستراتيجيه المجلس الاعلى للشباب والرياضه برئاسه سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه والراميه الى اعطاء الشباب البحريني اهميه مضاعفه وتقديم البرامج والانشطه التي تتناسب مع ميولهم وهواياتهم استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه لمركز شباب الزلاق ياتي دعما وتاكيدا على احتضان سمو للشباب وتشجيعهم على ممارسه هوايتهم في اجواء تنافسيه، بالاضافه لحثهم على اظهار كافه امكانياتهم في مختلف المجالات. يشرفني باسمي ونيابه عن اخواني افراد ولاعبي فريق مركز شباب الزلاق وباسم جميع اخواني منتسبي المراكز الشبابيه ان ارفع اسماء ايات الشكر لسموكم الكريم. على رعايتكم ودعمكم لدوريكم- لدوري سموكم الثالث للمراكز الشبابية لكرة الصالات الأمر الذي ساهم في نجاح هذا التجمع الشبابي وبعيداً عن حسابات الفوز والخسارة ورغم أهميتها إلا أن الدوري أهداف نبيلة تتخطى الحدود الرياضية لها لتصل إلى تعزيز روح التنافس بين الشباب البحرين والتقائهم وتوطيد العلاقات فيما بينهم جسر التعاون والتآخي. وهذا ما اتضح من خلال تشكيل العديد من الشباب لمجموعات شبابية بلا شك لقاء سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يعتبر تتويجا للجهد الكبير الذي تم بذله من قبل الجهازين الفني والإداري بفريق مركز شباب الزلاق فالفوز بالألقاب يتطلب عمل دؤوب وتشجيع مستمر وكما يقال فإن الوصول للقمة صعب والأصعب يبقى الحفاظ عليها